السؤال هو كان توقيف الدعم لبعض الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، وكان الموضوع طرح ضمن سؤال برلماني. بغينا نعرفوا صحة هذا الأمر وكذلك الإجراءات الحكومية في هذا الصدد. شكرا. الدعم الاجتماعي، الدعم الاجتماعي يجب أن نعرف بأنه هو منظم بقوانين وبمراسيم، وهذا الدعم الاجتماعي، هذه القوانين وهذه الشروط وهذه المراسيم يجب أن تتوفر. منين كتوفر يتم صرف هذه المبالغ لمستحقيها. ملي كيوقع شي تغيير في شي وضعيه ولا كيختل شي شرط، انا داك يجب مراجعه هذا الموضوع. دابا الان الرقم الذي قدمته الاسبوع الماضي واكد عليه، 4 مليون مواطن، 4 مليون اسره يتقاضون دعما اجتماعيا مباشرا. لكن كيف ما قلت، هذه العمليه ديال الدعم هي مؤطره بالقانون وبالمراسيم، ويجب ان نحترم هذه المقتضيات القانونيه بدون ما ندخلوا في التفاصيل ديال كل حاله معزوله، لكن يجب ان نحترم المقتضيات القانونيه والاجراءات الموجوده في المراسيم.